زروق نيفرا المطار الكبير. متتبعي ومتتبعات قناة أطلس ماروك تي في، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة ورائعة. ننطلق وإياكم من مدينة إفران في اتجاه بحيرة ويوان. دابا كل شيء هنا داير بحال هكا، غابة بحال هكا، أشجار شوف شوف بلدة هاد البلاد هادي والله تا رائعة. شفت هاد البلاد هادي، هاد البلاصة هادي رائعة جدا، رائعة رائعة. شوفوا واش كاين الشجر، أي نيميرو واحد صافي، والله العظيم إلا نيميرو واحد. أه نغدوه؟ هذا اختي فوقت الشمس يا شمس، با 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 الغروب الشمس قبل الدخول في التفاصيل، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وأن تعجبكم الحلقة وجميع حلقات قناتنا أطلس ماروك تي في. فالمرجو إذن الإعجاب بالحلقة والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أنا اليوم في طريقي إلى أحد البحيرات الجميلة، ألا وهي بحيرة ويوان. هي بحيرة مغربية تقع في إقليم خنيفرة، وهي منطقة سياحية تقع في قلب جبال أطلس المتوسط وغابات الأرز. إذن هي أكبر غابات بالمغرب، وتبعد عن منابع أم الربيع بحوالي 10 كيلومترات، وعن مدينة مريرت ب 37 كيلومتر. اليوم مدير قناة أطلس ماروك تي في في دورة شرفية لبعض مناطق المملكة المغربية. أنا سيل برنوصي عين السباع المحمدية الحاجب. هاد البلاصة إفران، من بعد إفران عيون أم الربيع، من بعد عيون أم الربيع إن شاء الله خنيفرة، خنيفرة بني ملال، وما بعد ذلك إن شاء الله الله أعلم. تمحضط أزرو أقف من عمي قف. يا ربي من اودي كلشي خايف وهاتسنا من هاد الطريق هادي كتخلع فيها القروضة وخاوية بزاف ديال واحد الدرجة مكتصورش. فهمتوا خاويه وحده غادي تفرقع، غادي يسكت ليها القلب في طريقنا الى عين اللوح، عبر واحد الطريق جديده دايزه بالجبل، دايزه في الجبل
هاد الجبل هذا سبحان الله فيها القروضة. القروضة الحوالة الحوالة شوف فيها القروضة والحوالة والناس يعني شوف فين عايشة وسبحان الله العظيم. ولكن عندي عندي المراعيد هنايا في الطوموبيل. والله ما مراعيد والله يتخوف بالله راه هما الفوق كاينين او انا راه طريق والله على زوينه ماشي مشكل واخا خاويه وهذا ولكن ناضيه او زوينه القضيه واخا هكاك القضيه زوينه نيميرو واحد ها واحد الطريق دايزه ما عرفت فين او هما ما غتفرقع في الخلعه الخلعه يا لطيف يا لطيف يا لطيف والله تزوين انا تخلعت دابا حتى شوف لي هو حق غادي نيا الخلعه تلقي مني ديت تكلوني واش كون هادشي غير غتصرف برك كون ديك شمس الطوموبيل وزاد هذاك الفوق بلاتي 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 بابا وبابا ما تقاش بوش مرة هاتي هو نزر كان بلاتي هاتي هو ولكن غير كراه خير كيف هذا راه ستة غز صلى الله بالك اركز انت لا 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 فينكم اي زاداد فينكم القرودة ايها القرد انت اللي برجع لهم القرودة تبارك الله خيرات مولانا يا تبارك الله تبارك الله صولي صولي تبارك الله واسكر انت قلي ضرب داروا لي ضرب قالوا لي كاسيدي ممنوع تدوز ايه 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 يلا سي والله وي سقسات احمد سيرفيس الناس اه هي تاكمي تصنت تصنت واش تعيقت هاتي صافي تعيقت اكو شوف انا ملي كنطغى تجي وسطوفيس اي لا النيميرو واحد زيدنا ما نكترام شوف عاودتو ليا النيونس عاودتو وخالي هاكا عاون ربي تنميرس ماشي مشكل هانيه تما كيحفظ ربي ربي الناس تنبعتي غودي في تنميرس ديك السياره هي ضاره شوف ديك القطعه غودي وكنت كنت هيسو دانسا ضروري ونحن ما زلنا في الطريق سبحان الله نحن في الجبل الناس اللي معايا والناس اللي كانوا كيهضروا بالناضوضي والباضوضي وداك الشيء كل شيء مخلوع هاد الاشجار ومن اللي بان لهم قرض وخلاص اللي بان القرض السلام عليكم كل شيء مخلوع وشي وحدين يا سلام صراحه شبعوا البكاء شبعوا البكاء ما كاينش المزاح غير خليها الله وصافي والحمد لله ولا اله الا الله زوين انا والله تا مواور زوين
يا ابو خلال جوج صفر صفر الدور الثاني والمغرب كينتصر بجوج زيرو صافي سال الماتش دكتور زيزي اللي تنبأ لنا بهذه النتيجه هذه هنا للتذكير ميس من غير عين اللوح الاخوان عين اللوح البوم الاداره كيجي من الدكتور هذيك كما كتشوفوا الوالده كانت خايفة حيت نزلنا لواحد الغابة اللي كانت فيها وحدي الفريق الوطني يعني وقالت لا وانا ندمت لي جيت وكلشي ايوا دابا وصلنا لعين اللوح غادي نطلعوا ان شاء الله لواحد البلاصة كيقولوا لها شو سيدي ولا ويوان غنرتاحوا فيه ان شاء الله ناخذوا شي اوتيل ولا شي حاجة ايوا ونرتاحوا باش غدا ان شاء الله في الصباح نطلعوا الامور ان شاء الله مزيان غادي مزيان ان شاء الله اليوم شفنا منتخب اخر صراحه عين اللوح هادشي ماشي الكرو على الكرو لوطيل على طمس ان شاء الله شكرا لكم جميعا هاتي غير ياك نتايا انا بدا غير دخلت في البلاصه هاني الاوتيل تفات دابا صاحبي غادي تام كتسول كاع أردغ دخت الزريت لا 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 غير بابا 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 الناس والله راه يزمو حق بابا راه يزمو غابه غابانو حكيت داك نزل والله حتى الخوت ويمين ويمين سكت ماما والله حتى الخوت احسن مغامره زعما غادي نخوضها هي هذه احسن تجربه لانه فهمتوا بزاف ديال الاحاسيس اللي تخلطوا منهم الفرحه منهم الخلعه الخوف منهم بزاف د الحوايج الحاجات انا دابا مش غنقول لكم نكذبش عليكم شويه ديال الخلعه شاداني الصراحه باش ما نكذبش عليكم نقول لكم لا والله الا شاداني الخلعه وماما كثر مني هيك صور ها تتوفر هذه البحيرة على عدة امتيازات طبيعية تتمثل أساسا في هوائها النقي وخضرتها وهدوئها إضافة إلى مياهها التي تضفي على الفضاء سحرا خاصا يجعلها وجهة مفضلة لدى العديد من الشبان الذين يخيمون بجوارها غير أن بحيرة ويوان فقدت الكثير من مقوماتها ومميزاتها الطبيعية بسبب الإهمال
الذي لحق بها، حيث أن حال البحيرة ووضعها البيولوجي تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، والسبب يعود أساسا إلى عدم قيام مصالح المياه والغابات بالأدوار المنوطة بها بهذا الخصوص، والمتمثلة في قص النباتات الموجودة في المياه وتنقيتها من مختلف مظاهر التلوث. يعيش في بحيرة ويوان مجموعة من الطيور وكذا مجموعة من الإيوز والكثير من أنواع الأسماك، وقيل لي أثناء تجوالي بالمكان أنه تم اصطياد أكبر سمكة هناك وطولها 1.36 متر. بحيرات ويوان، ولكن الاخوان ما تنسوش انه كاين واحد البرد لدرجه ان يديا كرمولي، يا صافي كرمولي يديا، يا سلام، لا اله الا الله. عشان الاخوان يديا الله يتكرم، كاين واحد البرد هنا الله يطاق، الصراحه واحد البرد ديال بصح ديال كرمو ديال بصح كرمو صافي هي الله يتا غيطرطب عليا بزاف. هذه هي بحيره ويوان في منطقه خليفه، يعني بعيده على خليفه تقريبا 40 كيلومتر. لوبرج بالضبط سميتو لوبرج حبيبي في ويوان، هنا بالضبط فين هنا فين يعني تعشينا، غنفطرو دابا وغنزيدو ان شاء الله للمنابع والرابع بإذن الله. صنفت بحيرة ويوان التي تتميز بتنوع بيولوجي والواقع بالمنتزه الوطني لخنيفرة الواقع على ارتفاع 1600 متر ضمن لائحة رامسار للمواقع الرطبة ذات الأهمية العالمية، غير أن جائحة كوفيد أثرت على توافد الزوار إليها. هنا كنفطرو بمنطقة ويوان، هاد واحد أوبرج سميتها أوبرج حبيبي، هي اللي كتطل على واحد البحيرة هنايا سميتها بحيرة ويوان. ويوجد بجوار البحيرة مجموعة من الفنادق والتي تبدأ أسعار المبيت فيها ابتداء من 300 درهم. أحبتي الكرام متتبعي قناة أطلس ماروك تيفي، ما تنسوش تزوروا مرة هذا المكان الرائع، راه ممتع جدا، غينسيك الهموم وجميع المشاكل والضغوطات. هنا تنتهي حلقة اليوم، انتظرونا أيها الأوفياء، فلا تزال الرحلة مستمرة إن شاء الله. لا تنسوا تشجيعنا بالاشتراك والإعجاب ومشاركة حلقاتنا مع أصدقائكم تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.